أنا فعلاً بدأت بداية قوية من أولها، من أول خطوة، واستمرت أنها قوية، وبعد 3 سنين بالضبط اللي أنتجت فيهم الإنتاجات اللي أنتوا عارفينها، إذا كان فوازير أو فيلم أو مسلسل أو أين كان، قررت أرتب أولوياتي. فحسيت أن الوقت ده أنا عايز أعمل فيه أسرة، ولو سرقتني السكينة مش هعرف أرجع لورا وأعمل ده، يعني ده السن المناسب وده الوقت المناسب أن أقدر أكون فيه أسرة، إلى جانب عوامل تانية كانت بخلاني زي ما بيقولوا أقفش على فكرة ارتباطي بالفن عامة في صورة التمثيل. يعني لأن أنا بعد ما بطلت حتى أو أعلنت اعتزالي أنا كملت شوية حلوين في أسرة. مش ده صوف يا بلاش، شيء عنه ما نستغناش. في مؤلف رائع اسمه محمد رجائي، هو اللي كان عرفت بعد كده ان هو رشحني في اكتر من حاجة. هاني خليفة تم ترشيح اسمي له، فكان متحمس جدا لان دي كانت تعتبر تاني مرة من ساعة الفيلم، وكان محمد رجائي ورا القصة برضو، ومرة ساعة المسلسل. فهاني خليفة تحمس للفكرة واصر على الاسم، وهو اللي كلمني شخصيا وعمل العرض كله. ما اعرفش، انا ما بتوقعش، انا ما ببص قال لي هواده وحبيته ايوه.